غادي نعطيهم واحد لاباط بريجي بلا زبده. ايه واخا. الوغ عندنا 200 غرام ديال البنان يكون في الثلاجه، يكون في الثلاجه ومقطع طريفات. 225 غرام ديال الدقيق، بيضه وحده. دونك هذا 225 غرام ديال البنان يكون بارد، 250 غرام ديال سميتو الدقيق، وبيضة واحدة. دونك غنخلطو هادشي كامل، غنعجنو بحال كيف ما تنعجنو، وقبيصة الملح بيان سيغ ما تنساوهاش، كيف ما تنعجنو لاباط بريزي. إييه. دونك غادي نعجنوها، غادي نحصلو على هذا سميتو عجين شوية، هذا سميتو في الأول بحال شوية تيتفرتت لينا، ما إين فوا تنبقاو نخدمو فيه صباعنا تنحصلوا على عجين رائع بزاف عاد. الوغ هذا العجين هذا تنديروا به لي تارت بالشوكولا، لي تارت بالفروي، لي تارت بالبانانيت، وتعطي واحد اللذه في داك زعما ديك الارضيه ديال ديك لا تارت، تعطيها واحد اللذه رائعه بزاف عاد. مزيان. ودابا مع هذا الفصل الربيع كنبغيو حويجات اللي هما منعشين هكا، عصائر مع تورطات بكريمات مختلفين. حطيتهم مع رمضان وداك الشيء، حطيت حتى من الزبده تنحاول نقصوا من ديك الكميه ديال الدهون والحلاوه فعلا. اييه فوالا.